السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عماد من قناة المتواضعة. فيديو النهاردة عن أكتر حاجات مجنونة ممكن تعملهم في مصر لو أنت جاي سياحة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو، يلا بينا. من أكتر الحاجات المجنونة اللي أنت ممكن تيجي تجربها في مصر إن أنت تركب حاجة وتطلع بيها الهواء. اركب حاجه واطلع بيها الهواء، ايوه ان انت تيجي تركب منطاد في مدينه الاقصر، مدينه من اجمل مدن مصر وموجوده في الجنوب، مدينه فرعونيه وجميله جدا. ان انت تيجي تركب المنطاد هو بالونه مربوط فيها صندوق، الصندوق دوت بيشيل من 15 ل 20 شخص وبيرتفع ارتفاع من 500 ل 1500 قدم فوق السحاب، والجو طبعا بيكون برد جدا، فلو انت تركبها لازم تكون لابس لبس تقيل. وبتكون الرحله الساعه 5 الفجر، وطبعا بتكون منظم مع شركه سياحه قبلها، بشركة السياحة دي بتبعت لك زي اوتوبيس ياخدك وتروح المكان، لان ليها مكان مخصص في مدينة الاقصر، وتطلع وتركب الرحلة ديت، ويعني لازم تتخطى من خوفك، وهم كمان اصلا بيشجعوك على ده، وبيكون معاك مشرف يعني لو انت خايف او حاجة زي كده، لا هو بيخلي الخوف ده يروح منك. وكمان لما انت بتنزل بيدوك شهادة، الشهادة دي شهادة تقديرية ان انت اتخطيت على خوفك وعملت حاجة مجنونة زي دي. وفي نفس الوقت هي رحله فشيخه جدا، ان انت بتشوف المناظر الطبيعيه وبتشوف مدينه الاقصر وبتشوف مناطق خضر كتير جدا. ومدينه الاقصر زي ما قلت في الاول هي من اجمل مدن مصر ومدينه جميله جدا ومدينه فرعونيه. وهتقولي طيب ماشي انا هجربها وكده، طب سعرها كام؟ يا ريت تكون في متناول الجميع. ايوه هي في المتناول، هي سعرها بيتراوح من 800 ل 2000 جنيه. طبعا ده بيبقى على حسب شركه السياحه اللي انت هتشترك معاها وعلى حسب حجم المنطاد، لان طبعا قلت لك بيشيل من 15 ل 20 شخص. تاني حاجه مجنونه ممكن تعيشها في مصر ان انت تتسلق جبل. انتوا عندكم جبل؟ احنا عندنا جبلين، جبل موسى وجبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين ارتفاعه 2630 متر، ويليه جبل موسى ارتفاعه 2400 متر، بس اللي بنطلعه في رحلات هو جبل موسى. جبل موسى انت بتطلعه في رحلة بتبقى من شهر 12 لشهر 2، وبتطلع علشان تشوف التلج، ودرجة الحرارة بتبقى فيه بتوصل لحد السالب 10 تحت الصفر، والتلج انت بتطلع تلعب بيه، وبتبقى رحلة حلوة. بس مشكلتها ان رحلة متعبة شوية، ان انت هتمشي مسافة 5 كيلو بالليل، الكلام ده بيبدأ الساعة 1 بالليل، بعد كده هتطلع 800 سلمة علشان تبقى في القمة وتشوف حواليك جبال من كل حتة وتشوف التلج وتلعب بيه، وبعد كده هتنزل كل ده تاني على رجلك. فلازم ان انت تكون واخد لبس تقيل معاك، وان انت تكون واخد اكل، تكون واكل اكل حلو، وتكون واخد بلح، شوفان، شوكولاته، سناكس، الحاجات دي كلها عشان تديك قوه ان انت تطلع كل ده. بس اوعدك ان انت بعد الجهد ده كله لو طلعت هتستمتع جدا، وهتتصور يعني صور جميله جدا، وهتكون رحله عمرك ما هتنساها في حياتك. وبرضه هتشوف التلج في مصر، لان الناس بتفتكر ان مصر دوله صحراويه، لا احنا برضه عندنا تلج، بس وقته بيبقى من شهر 12 لشهر 2. طب الرحله دي بتتكلف كام؟ بتتراوح من 400 لحد 1000 جنيه، وبتكون يومين بس في الاسبوع. تالت اكتر حاجه مجنونه انت ممكن تعملها في مصر ان انت تغطس في تاني احسن مكان غطس في العالم. ايوه زي ما سمعت، تاني احسن مكان غطس في العالم هو البلو هول، موجود في مدينه دهب في سينا بعد شرم الشيخ ب 66 كيلو. طب ايه اللي يميز المكان ده عن اي مكان تاني؟ هو ان عمقه 130 متر، وان هو بيتكون من انفاق تحت، وكمان في كمية شعب مرجانية رهيبة وكلها طبيعية ومحافظة لسه على نفسها، وفي نفس الوقت في كمية اسماك رهيبة، وحاجة يعني ان انت لو جربتها هتكون جميلة جدا. وفي نفس الوقت المية هناك هي حلوة للعوم، وفي نفس الوقت تحفة للغطس، والغطاسين من كل انحاء العالم بيجوا للمكان ده. وفي نفس الوقت المكان ده مش عايز اخوفك، بس هو معروف ان مقبرة الغطاسين، لان مات فيه غطاسين كتير، بس في نفس